تعددت الأسباب التي تدفع بعض الشباب في الأردن إلى اتخاذ قرار الهجرة، وإن كانت بطرق غير مشروعة، بدءا من منظور بعضهم بالبطالة ومرورا بالظروف المعيشية الصعبة وانتهاءا بغياب الفرص المستقبلية الواعدة. يعني بسبب الأوضاع المعيشية الكثير سيئة بصراحة اللي نعيش فيها، يعني ظروف اقتصادية كثير صعبة، والأجور يعني أنت عارف الحد الأدنى ما بيكفي أنك تعمل إشي فيه أساسا، ما بيكفي لا أجار بيت ولا أي تفاصيل ثانية. يعني بصراحة كل واحد حسب تفكيره، يعني حسب وجهة نظره تختلف من شخص لشخص آخر، لكن واحد برضى وبيقول الحمد لله. بالضبط، برضى بعيش في النهاية. صحيح، أنا بوجهة نظري أول شيء إيمان ضعيف في نفسه أن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى أول شيء، وبيبحث أكثر عن وإشي بروح من قضية شهوانية يعني أكثر، وبيبحث على أمر اللي هو بده يسعد فيها، ولكن السعادة بتكون حده. كثير من الناس بتروح بعيد والسعادة حدها، هاي المشكلة في أنه هو بيبحث، ويعني من ناحية الاقتصادية والاجتماعية هذا إشي مفهوم في العالم كله، يعني حتى لو راح على أمريكا نفس الشيء، يعني ولو راح على أي دولة في العالم نفس الشيء، حتى يفهم إنه الرزق هذا من عند الله سبحانه. نسأل الله سبحانه الله يفهم الشباب ويرجع الشباب لأمر الله سبحانه وتعالى وللدين إن شاء الله. أكيد طبعا، لا غير شرعية، لا أول إشي خطرة حياته، مش كويسة لسمعة البلد بالنسبة لنا، وثاني إشي مش راح يستفيد إشي، يعني إن مسكوه يعني راح يرجعوه راح يرحلوه، يعني ما مش راح يعرف يشتغل، مش راح يعرف يسوي أي شيء. أول شيء يعني مش راح يعرف يسوي أي شيء بدون أوراق رسمية، ما حدا بشغله، بفكرش حاله إنه طالع على دولة بده يروح يشتغل فيها إيش مكان، يعني عرفت كيف؟ ما بزبط. هاي الدولة أوروبية لها قوانينها، لها أوراقها، لها إجراءاتها، يعني أي محل غاد بده يروح يشتغل فيه أو أي شيء بده يروح يشتغل فيه غاد لازم يطلبوا منه أوراق، لازم يطلبوا منه الإقامة، لازم يطلبوا منه يعني شغلات كثيرة. تقلش انه في شاب عنده تمام وطني بيفكر بالهجره، يعني ليش يهاجر مثلا؟ شو اللي ناقصه؟ الفلوس بيقدر يفتح اي مشروع في اي كان، يعني بيقدر يفتح مشروع ويعيش وما في اي مشكله. الهجره راح يتشرشح وراح يتبهدل وراح يغسل الصحون وما بعطوه جنسيه وراح يضل لاجئ وبالاخير راح يعود يرجع. فاحن بلد او احن اللي واحد بلده ومكانه ووطنه هو احن شيء عليه. انا نصيحتي لكل الشباب في كل الوطن العربي مش في الاردن، من خلال اطلاعنا الهجرة اللي صارت لسوريا ولالعراق ولكذا، كلهم متشرشحين ومتبهدلين، أو شو بيطلعوا بدهم يحطوهم بغسل صحون وبتبهدلوا وفي الأخير بيسافرون. هلأ الآن ألمانيا والدول الغربية قاعدة بتطرد حتى اللي خلتهم عندهم. أنا أعتقد فوز اليمين المتطرف في خلال هذا الفترة اللي فاتت في ألمانيا وفي فرنسا، وهلأ قاعدين طبعا فازوا لأنهم كانوا من لائحة قائمتهم طرد اللاجئين، فما راح يخلوا لاجئ لا عراقي ولا أردني ولا فلسطيني ولا سوري. فبظل الواحد يرتب حاله شو مكان وظل في بلده في وطنه. للشاب العربي يهاجر من كثر الضيق، فيش مصاري، الواحد لما صار بده يتجوز يدفع مهر 20,000 بتطلع برا كله خاتم واحد تتجوز والله معك. الشاب العربي يهاجر لأنه فيش شغل بالبلد، فيش أشياء هنا، وكلة شغل وكلة مصاري وزيادة مصاريف، شان يجي الشباب العربي بتفكر تهاجر من هنا. حاجة للمادة، بده يدور على الأفضل، الحياة أرتب بتحسها أنظم منظمة أكثر، يعني فلوس طبعا أكيد ماديا كل شيء موجود هناك. الهجرة غير الشرعية قضية تدق ناقوس الخطر للتوعية وملاحقة المتورطين قضائيا، خاصة وأن النيابة العامة بدأت بالتحرك ضد سماسرة وتجار البشر في قضايا الهجرة غير الشرعية.